كان لكم معانا قصة ملهمة لامرأة كانت عارفة تماما هي عايزة ايه من الحياة، واختارت طريق ممكن ما يكونش هو الأسهل، لكن كان طريقها هي. اختارت ضيفتنا شيرين انها تكبر وتبدع في مجال المقاولات، وهي الان تدير اكثر من 20 شركه في هذا المجال اللي يعتبر حكر للرجال. يعني هل المؤيد ما سمعت الا الصوت اللي بداخلها، هو صوت الشغف والاصرار على الحلم؟ خلينا نتعرف عليها عن طريق هذا الكليب. فاروق المؤيد، اهلا وسهلا بيكي، منورانا في كلامنا واعم. هذا اقول لك حاجه، احنا دلوقتي اتكلمنا كتير قوي عن تربيه البنات والصفات اللي لازم الاهل يزرعوها في بناتهم عشان يكونوا كده يعني ناجحين زيك. انت تفتكري ايه الصفه اللي فيكي اللي فعلا يعني بتخليكي فعلا تلحقي شغفك برغم كل الضغوطات اللي الناس او المجتمع ممكن يكونوا يسببوها لك؟ اول شيء شكرا على الاستضافه اليوم وعلى ترحيبكم وكلامك الحلو أمل، وكلكم ما شاء الله. الصفة اللي فيني يمكن بيكون أخذ مسؤولية كشخص، وأحب التحديات، وأحب أن أكون في موقف يمكن مو سهل، لكن دائماً أحاول أطوف الموقف وأروح موقف جديد وأتعلم من كل شيء في حياتي. فيمكن المسؤولية أكثر شيء، والإصرار، ما أقول إصرار على النجاح بس على شيء جديد، وكل دائماً أحب أتعلم. طب ممكن أسألك أنا سؤال؟ تفضلي. أنت كيف حتى اخترتي تفوتي بهذا المجال بالذات؟ وكيف اكتشفتي، هو سؤال شوي طول بس عالي. وكيف اكتشفتي شغفك فيه؟ أول ما بديت أشتغل ما كنت في شغل المقاولات، رجعت البحرين من الجامعة، كنت أشتغل في واشنطن، كنت أدرس في واشنطن دي سي، رجعت من الجامعة وطبعا ما كنت أعرف أحب المقاولات ولا كنت أعرف أني حدخل في المقاولات. بديت فيها، كلمت الوالد استشرته، طبعا هم من عائلة، احنا من عائلة تجارية في البحرين، ففي أجزاء من الشركة قال لي ليش ما تأخذين دورة على كل جزء وتشوفي الجزء اللي أنت حبيتي العمل فيه. فبديت طبعا في مختلف الأقسام، أسبوع هني شهر هناك، دخلت في المقاولات شهر طلبت من التمديد، ثالث شهر قلت له ممكن 3 أشهر، تميت 6 أشهر، حسيت لا أنا في حب وفي طاقة هني حبيتها وحسيت أقدر أبني الشيء وأقدر أشوف الشيء يتطور، فهذا الشيء اللي شجعني أن أكون في قسم المقاولات صراحة. هل حكينا أبرز رحلتك في عالم المقاولات، كيف حسيتي وكيف بدأتي، إيش الصعوبات اللي واجهتيها، إيش إحساسك أول ما دخلتي هذا المجال؟ أنت مددتي مددت وبعدين حسيت أن لا حبيتها، حسيت في أول شيء في شيء في الموارد البشرية في المقاولات، في شيء إنساني كان يعني قريب من قلبي، حسيت لازم يعني هاي الشيء حبيته في المقاولات، نتعامل مع ناس، مع زبائن، وفي نفس الوقت المشاكل اللي شفتها يعني مشاكل أكثر شيء حسيت في الناس يعني، بس أنا أحب المقاولات، أحس إنه شيء ينبني من صفر. وسؤالك الثاني كان شلون، كيف اكتشفتي شغفك فيه؟ شغفي فيه اكتشفته من أقول لك الشغف لما أشوف شيء يتطور، أنا أحب أشوف دائماً الشيء يتطور. إيه؟ يمكن النتيجة يعني هي اللي دخلت في المقاولات، كان عندي 5 شركات، اليوم عندي فوق 20 شركة. دخلت في المقاولات كان عندنا 3 نسوان يشتغلون، اليوم في أكثر من 400 مرأة تشتغل في المقاولات. دخلت في 1200 عامل، اليوم في 10,000 عامل. واو. ف
فأحب أشوف التطوير في الشيء، أحب أشوف الشيء يكبر، وأحس إن هاي صارت عائلتي شركة المقاولات، اللي يشتغلون معاي صاروا أهلي، يعني مو عندي أهل في البيت وأهل في الشغل، لا كلهم صاروا جزء من عائلتي. هلا إحنا لما نيجي بتتكلمي عن الشغف، أيه؟ ماشي، أنا مثلا لما حد بيتفرج علينا دلوقتي يقولك آه عشان أنتي ناجحة والموضوع ممكن يكون سهل بالنسبة لك بتتكلمي عن الشغف، لكن معظم الناس مش عارفين يعني يكون عندك شغف أو يكون عندك هدف. يقولك أنا عايز أعمل فلوس، أيه؟ الشغف والهدف أن أنا أحط هدف هيفيدني بإيه؟ فهل فعلا ممكن ده يكون عامل قوي جدا انه يوصل للناس لاهدافها؟ الشغف، الشغف هو اهم شيء في اي شيء الواحد يسوي، لازم يشوف في شيء يحبه وما يحس في الوقت، ما يحس انه مهم بس الاموال او المنصب، لازم يشوف الشيء يحبه. اذا هذا حب شغله في اي شيء بيكون ناجح. انا عندي المرأة او الرجل لازم يكونون ناجحين في شغلهم لأن يحبون شغلهم. هذه أول شيء، وهذه الأساس الشغل. إذا حبيتي شغلك بتكونين جدا ناجحة فيه، ناجحة في أنك قدامك تحديات وتفوتي عليهم وتسوين أحسن. وطبعا في أشياء يعني تصير الواحد، there are failures, there are successes, it's normal. بس you have to have passion. صح. انت شخصيه، ما كان لما رجعتي من الجامعه من جورجتاون، كثير ناس يرجعوا من السفر يتخرجوا ما يشتغلوا، انت شخص كان عندك دائما اراده انك تشتغلي رغم انك ما كنتي تحتاجي. ايش اكثر نصيحه تقدميها كمان للبنات اللي حابين يخشوا مجال المقاولات وما هم عارفين كيف يخوضوا هذه التجربه او يدخلوها؟ يعني مجال المقاولات، اي واحده او واحد يدخل في المقاولات، انا نصيحتي له ان الشغله صعبه، لا يحسون شيء سهل، فإذا هم ما يحبون الشيء الصعب لا يدخلون فيه. هذه أول شيء. هذه أول حاجة. هذه أول شيء. ثاني شيء، البنت أو الولد لو دخلوا في المقاولات لازم يعرفون المقاولات عالم آخر، يعني عالم فيه تحديات، فيه صعوبات، بس فيه جمال، فيه تشوفين شيء بارز قدامك يعني ينبني. هاي الشيء الإحساس، إحساسه حلو دائماً. عفواً، يمكن هو الإنجاز يعني اللي تعمليه والنتيجة اللي توصلي لها هي اللي بتعطيك الشغف اللي كنا نحكي عليه، أنك تكملي وأنك ترجعي تتحمسي من أول وجديد وتكبري وتشوفي، تكون عندك فيزيون للمستقبل أكبر. أنا بتصور هيك. صح، كلامك صح، ودائماً تشوفين الشيء يومياً يتطور، يكبر يومياً يتطور. يكبر، تحسين كأنه تقدرين تبنين أنجزتي شيء. يعني أنجزتي، وكل يوم لو يمكن في أيام صعبة وفي أشياء تصير، يعني ساعات تقولين، يعني ساعات أنا أقول شلون قاعدة أشتغل في هالمجال، بعدين أفكر أقول لا، الأشياء اللي حسيت فيها بحب للمجال وحب للتطور والنمو، هذه الأشياء اللي خلتني أثبت وجودي في الشغلة. طب هلا احنا دلوقتي عشان خلاص وقتنا انتهى، أيه؟ عايزه اخر حاجه، لو انت عايزه توجهي رساله لاي امراه بتتفرج علينا، ان هي رساله واحده، ان هي ازاي تقدر تساعد ان هي تحقق حلمها وما تستسلمش على حلمها. ثقه بالنفس، حب العمل، لا مو لازم حب النجاح بس حب العمل اهم شيء، ان الواحد يحب يصحى الصباح يشوف عمله ويحس انه هو يقدر يطور من عمله، يطور من نفسه، يطور من مجتمعه، من حياته، من اهله. هذا شيء مهم لاي مرأة او رجل في هذا المجال او اي مجال يكون فيه. شكرا هلا، والله شكرا، نورتينا بوجودك. شكرا ندى، والله مبسوطه فيك، ترى هلا صديقه عزيزه اللي أيوة.